رايح أنا وليداتي وأمي وبنياتي أنا وليداتي متابعي قناة الإمام الحسين في كل مكان، وحياكم الله من جديد. وهذه التغطية لمراسيم زيارة الأربعين، زيارة المولى أبي عبد الله الحسين في كربلاء المقدسة. المواكب حج الإمام الحسين. معنا اليوم إن شاء الله راح يكونون شعراء من خارج العراق كانوا يتمنون أن يكونوا حاضرين في كربلاء ليشاركوا بالتعزية. نتشرف بأن يشاركونا على الاتصال. معي الشاعر الأستاذ حماه الله شيخنا صومنا السنغال. إن شاء الله بس يجهز الاتصال نكون وياكم على البث المباشر من السنغال، إضافة إلى أنه هنالك أيضا شعراء آخرين وشاعرات سوف يشاركون في هذه التغطية. اليوم عدد الزائرين بدأ يكبر ويزداد، وعدد المواكب الداخلة إلى مرقد أبي عبد الله الحسين كبيرة وكثيرة جدا. لاحظ هذه اللقطات اللي من الزيارة إن شاء الله. مثل ما تشوفون المواكب اللي موجودة، مواكب التشابيه، مواكب العزاء، المشاية. جاهز الاتصال عندي. مرة أخرى مرحبا بكم بكل مكان. أرحب بالأستاذ الشاعر حماه الله شيخنا صو. أتمنى يكون الاتصال جاهز. سلام عليكم أستاذ حماه الله. حياكم الله. أنتم الآن من أمام باب قبلة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ومع هذه الملايين الزاحفة نحو قبر أبي عبد الله معزية إياه والسيدة زينب بزيارة الأربعين. نتشرف بأن نكون في خدمتكم لكي تشاركوا التعزية. تفضل أستاذي. أولا أريد أن أعبر عن هذه الشعور الجميل الذي تتنبأني. أحسنتم. الوقت. نعم. أتخيل هذا الحدث الكبير من الزوار. نعم. وإذن نحن الله سبحانه وتعالى أيضا أن يرزقنا بالتنبيه الحسين عليه السلام. أحسنتم. ولذا أريد أن أبدأ أولا بهذين الربعين. نعم معك. إذا الزوار يوم الأربعين. نعم. خاضوا نحوكم متركبين، فإنا يا حسين في تحت قلب ودمع الشعر جئنا زائرين. أحسنت. إن شاء الله يتقبل لا. منك الحسين. نستمع إلى القصيدة أستاذ حماه الله. إن شاء الله. القصيدة بعنوان حكاية عن البيت الاعتداء. أحسنت. على نسبة الإصلاح سيفك يشهر، فلا زورق للمفسدين سيعبر، ولن يصل الآسون من جحر لبهم إلى الشاطئ الخلدي لا الموج يمخر. لا شققت مجار من دمائك نبعها لتسقي قوما بالهوان تصحر. فبوباب هذا الدين فيك ترسخت، ونخل الفدا من سيل نحك
يكبر بجرحك، يطهو العاشقون انعتاقهم، ويسرق منها المستبد المغرر. زرعت على رمح البغاة إبادة، فأثمرت أجيالا وكلك بيدر. فعانيت بالسبع الشداد بكربلا، نغات وراها بالحياة وناصر. رضعت من النحر الشهي تحررا، فحفظي كتاب العشق درسي المقرر. بأسمائك الحسنى تهجيت أحرفا، وهدهدني دمع لظلمك يغزر. على قامة السنغال نقش ولائكم، وتنشد أهواكم سحار. وأنهر سطرت من النزع الأخير حكاية يرتلها الأحرار. فيك تمحور فأهلك تسبى، والصحاب على الثرى، وطفلك يسقى بالسهام. فينحر فداء بذا الخبز الأخير من الفداء، فداء من الخبز الأخير من الإبا. تقدمت قربانا وسطرك محشر، على كل كف الحر عندك راية، يقاوم منها الظالمون ويزجر. فلم يخلد التاريخ نهجك، إنما خلدت بلثم السيف والسيف يقبر، إنما خلدت بلثم السيف والسيف يقبر. أحسنت أستاذ حماه الله شيخنا صو من السنغال، شكرا لمشاركتك وإيانا. نحن متشرفون بهذه التعزية وهذه القصيدة، وإن شاء الله توفق قريبا إلى زيارة المولى أبي عبد الله الحسين، ونكون في خدمتكم إن شاء الله. حياكم الله، شكرا لكم، تحياتنا إلى كل محبي. نعم، أهلا وسهلا. حياكم الله، مع السلامة. المواكب مستمرة بالزحف نحو مرقد أبي عبد الله الحسين، تتوافد بالملايين وبالأعداد وبالتعزيات وبالندب والبكاء واللطم. الملايين تتجه إلى مرقد أبي عبد الله الحسين، تستعد لاستقبال حوراء الله زينب الله سلام الله عليها وصلواته. لازلنا وإياكم وهذه التغطية الخاصة لمراسيم زيارة 40، وهنالك أيضا اتصالات أخرى راح تجهز إن شاء الله من الكنترول. نبقى وإياكم وهذه اللقطات من مراسيم العزاء. أتمنى طبعا من المختصين الإعلاميين السينمائيين المسرحيين أن يسلطوا الضوء بشكل حقيقي على هذه التشابيه. هذا مسرح الواقع، هذا المسرح الفطري، المسرح الفطري، المسرح التلقائي، المسرح المليء بالدمعة الحقيقية والعقيدة الحقيقية. نجدهم يعيدون ذاكرة المشاهد، ذاكرة المتابع إلى لقدار معين من لقطات المأساة في طف كربلاء. نشاهد الملابس والسيوف والجمال والخيول والأزياء المختلفة والطوس، كلها محاولة لرسم لوحة تعبيرية من كربلاء. أنا سوف أكون مع الاتصال
مع الشاعرة ولاية من النجف، ولكن فقط أنتظر أن يتعدى الموكب هذا. حياكم الله، حياكم الله شاعرتنا ولاية من النجف. السلام عليكم يا أبا عبد الله، فقط يعني أريد أن يعني قبل الإمام الحسين خاطب الظهر إن شاء الله. حياكم الله ست ولاية، يا مرحبا، نستمع لكم تفضلوا. نعم، بالبداية أحب يعني أتوجه وأنتم أمام قبلة الإمام الحسين أتوجه إلى سيدي أم أحمد زيارة. نعم تفضلوا. نعم، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ويجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام، وعلى أخيه أبو الفضل العباس وعلى أختي العقيلة زينب. قصيدتي بعنوان أو بحق سيدتي ومولاتي زينب الكبرى وكأني في مرقدها الطاهر المقدس. أقول لها: قولي يم الحزن شكوى الصينة، يم علي الكرار لو ردينا. قولي يم الحزن شكوى الصينة، يم علي الكرار لو ردينا. يا زينب يا زينب تقول زينب لو دخلتوا على الإمام، بلغوا حيدر علي مني السلام. قولوا آه الشام وش سوت الشام، قولوا آه الشام وش سوت الشام، وقالوا مي اليوم حاقت بينا، وقالوا مي اليوم حاقت بينا. يا زينب يا زينب بالوضع يا ابا الحسن عندك علم، هذا وقت السار في وقت الحلم. أدري ما ترضى بضريحي ينهدم، نريد أنا وشيعتك تحمينا. يا زينب يا زينب يا زينب قوم لأرض الشام وانهض يا علي، حشم العباس أخويا وكافلي. قل ترضى قل ترضى بقبر زينب ينولي، خلي يجي للشام يفزع علينا. يا زينب يا زينب من ابو فاضل اريد ان فزعته، خلي يسمع صوت اخته نادته. اليوم عاشر اليوم عاشر على النهر ما عافته، طلعت تدور على شفينه، طلعت تدور على شفينه. يا زينب يا زينب ما اظن عباس بالطف ينتظر، مين راح يجيب ابو الغيره الصبور؟ شلون عن زينب يكشفون القبر؟ شلون عن زينب يكشفون القبر؟ حاش لا والله ما يخلينا، حاش لا والله ما يخلينا. نسألكم الدعاء إن شاء الله، وأنتم بجوار أبي عبد الله الحسين. تقبل الله منكم أخت ولاية هذه التعزية، وإن شاء الله نوفق إلى أن نزور بالنيابة عنكم وعن كل شيعة أمير المؤمنين وخدمة الحسين في كل بقاع الأرض. ممتنين للمشاركة ونعتذر عن أي تقصير، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أعود وإياكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين وهذه التغطية الخاصة بمراسيم زيارة الأربعين، بينما يجهز الاتصال أيضا على ما أظن عندنا اتصال من القطيف من أحد الشعراء. نبقى وإياكم وهذه اللقطات، يعني أنا عندما أنظر إلى هؤلاء الأطفال وهم على الجمال، أنظر إلى هذه الهواجج، القلب يرتجف، الضمير يرتجف حقيقة ألما على هذه اللقطات التي تحاول أن ترسم لقطة ولو واحدة من الجراح التي أثقلت بها زينب صلوات الله وسلامه عليها.
مرة أخرى عدنا وإياكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، وهذه التغطية وها هي مواكب العزاء تمر من أمام منصة الأربعين، تقدم التعزية والولاء وتجدد عهد البكاء وعهد إحياء الشعيرة الحسينية من أمام باب قبلة الإمام الحسين. طبعاً أنا أعتذر، أحياناً يرتفع صوتي بشكل عالي لأنه مستوى الصوت اللي قريب من عندي يجبرني على ذلك، أرجو المعذرة من كل المتابعين. معنا أيضاً مشاركة من أحد الموالين ومحبي أهل البيت، الشاعر الأستاذ عمار ياسر الناصر من القطيف. حياك الله أستاذ عمار، وأهلاً وسهلاً بك على شاشة قناة الإمام الحسين. السلام عليكم، وعظم الله أجوركم، تقبل الله أعمالكم. السلام على الحسين وعلى عيب من الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أحسنتم. نعزي أهل البيت عليهم السلام ومراجعنا العظام وكافة المؤمنين والمؤمنات بهذه المصيبة العظيمة بكاء 40 الإمام الحسين عليه السلام. وكذلك لا ننسى في هذا اليوم بالتحديد ذكرى شهادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ونتشرف بإبقاء هذه القصيدة المختصرة على مسامعكم وهي بعنوان عهد تجدد. حياكم الله. عرج بنا، عرج بنا يا أيها الربان، نحو الجنان يحفنا المنان، ونسل بأرض العاشقين فإنها مغشى القلوب وللهدى شبعان. عرج بنا يا أيها الربان، نحو الجنان يحفنا المنان، وانزل بأرض العاشقين فإنها مرسى القلوب وللهدى شبعان. أحسنت. سرب الفؤاد إلى الفرات مجددا، عهدا عليه الشاهد الرحمن، عهدا مع المولى الحسين مؤبدا، تفنى لأجل وفائه الأكوان. الله الله. عهدا مع المولى الحسين. أحسنت. فلنستعد إلى المصاب بندبة قد جددتها للورى الأزمان، لنقدم الأرواح قرب تعارف بيد الحسين لباسها الأكفان، لنقدم الأرواح قرب تعارف بيد الحسين لباسها الأكفان، سعيا لحفظ الدين حفظ شعائر، تقوى القلوب لوصفها تبيان. لا شيء يوقفنا، لا شيء يوقفنا يبدد عزمنا، تسقي القلوب شجاعة كفان. لا شيء يوقفنا يبدد عزمنا، تسقي القلوب شجاعة كفان، وعلى خطى الشهداء بات مسيرنا، نهو الفداء ليكمل الإيمان. وعلى الحسين ضماننا ونجاتنا، إن شاء الله. وإلى الجنان بروضه السكان، وعلى الحسين ضماننا ونجاتنا، وإلى الجنان بروضه السكان. وتقبل الله أعمالكم، وشكرا لإتاحة هذه الفرصة عزيزي. حياك الله أستاذ عمار، وشكرا لك على هذه المشاركة وهذه القصيدة الولائية العقائدية المليئة بالعقيدة للحسين وعظمة الحسين، وإن شاء الله هو الضمان وهو المنجا وهو الآخذ بأيدينا إلى جنانه. شكرا لكل الذين شاركوا، طبعا هنالك الكثير من الاتصالات، ولكن أيضا لدي شعراء ضيوف حاضرين للمشاركة على منصة الأربعين. أكون وإياكم وهذه اللقطات من مسيرة الأربعين، لنعود إلى منصة الأربعين والشعراء الضيوف. لحظات ونكون في خدمتكم.
عدنا وإياكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين في كل مكان، وحياكم الله. وهذه التغطية الخاصة بزيارة الأربعين من على شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام ومنصة الأربعين التي أسستها مؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية المرعاة من مكتب سماحة المرجع الدين الكبير آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي. أنا وأنتم أرحب بالشاعر العراقي الكبير الأستاذ خيري دخيل. حياك الله أستاذ خيري، وأهلا وسهلا بك، شرفتنا بوقوفك على منصة الأربعين، وحتما أنا وأنت وكل كل متشرفون بأن نكون في خدمة المولى أبي عبد الله. الله يحفظك أستاذ أحمد، وتعازينا ومواساتنا للأمة الإسلامية، كما وأعزي كل العاملين في قناة الإمام الحسين. صلكم. نسأل الله القبول في هذا المقابل. الله يحفظك. قالوا لزينب إن العباس قد استشهد، وكأن لسان حال لوعتها يقول ما مقتنعة. وصلت بعد أن تعثرت بجثث أهاليها حتى وصلت إلى ما تبقى من العباس، لتقول عنك يقولون ميت، وأنا أقول هو ياهل يقنع يموت الضول. أنا عدل وأنت ميت مستحيل، أنا عدل عنك يقولون ميت وأنا أقول هو ياهل يقنع يموت الضول. أنا عدل وأنت ميت مستحيل، إحنا من نموت موتتنا سود. العتها مو عباس وتشيمت بيه، العتها مو عباس وتشيمت بيه، وانت أخوي وكافل وراعي اللوة. الدين رية، الدين رية، وجيتك استنجدت بيك شيها، والله اختنق واحتاجك هو. عيونه عطشانة ضوى شبعني شوف، عيونه عطشانة ضوى شبعني شوف. العطش مو منك شرب حد ما روى، سوى تبدن عن نهر حيلو ايديك، سوى تبدن عن نهر حيلو ايديك. ومثل طيحة خيمة الأكبر هو، سوى تبدن عن نهر حيلو ايديك. ومثل طيحة خيمة الأكبر هو، العطش وبهيئة شمر مرعى الخيام. السهم العطش والماء والسهم نفس المستوى، العطش وبهيئة شمر مرعى الخيام، السهم والماي نفس المستوى. بين صلب شفاف والمنحى الرضيع، وبالمقابل قلب الحسين انشوه. يجر عافية السهم من يعتنيك، يجر عافية السهم من يعتنيك، واشهق حروفك ودور روح بيك. القاع مستحية تطيح بلا شفوف، القاع شالت روحها توجت عليك. القاع مستحية تطيح بلا شفوف، القاع شالت روحها توجت عليك. وبكثر عثرات بجثث أرض الطفوف، ريت تعثر صورتك بعيون هاي. أنت من وياي أشعر بالأمان، ولا أهم للصوت لو طعنت قفاي. نور وجهك يعكس بوجهه، وأشوف ياه ابن أمه اللي يجي يوقف وراي. كنت من تغيب عنك ما أغيب، روح تمشي وياك يا روحك وياي. خنق دخان الخيم ريت وإجيت، خنق دخان الخيم ريت وإجيت. أردش من حرك يا نسمة هواي، بزينب محلفتك تمد لي إيديك. أم قالت شفه بفاضل دواي، ولأن عفت تشوفك على النهر غاد. تشوفه يوم موادعك لاذن وراي، تشوفه يوم موادعك لاذن وراي. يا أستاذ خيري شكرا لهذه القراءة الشعرية، شكرا لهذا الحضور، ممتنين أنه مع زحمة هذه الملايين أن نكون بخدمتكم على منصة الأربعين. وطبعا امتناني لك شخصيا ولكل شعراء بغداد الحبيبة، واللي إن شاء الله نكون بخدمتهم ويشرفونا على منصة الأربعين. حياكم الله. شكرا لقناة الإمام الحسين. الله يبارك فيك. الله يبارك. معكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، ولا زلنا ومشاركات منصة الأربعين. أترككم وهذه اللقطات وأعود وإياكم بعد قليل.
مرة أخرى عدنا وإياكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، حياكم الله من جديد. الآن جاي تمر مواكب المهاويل والأهازيج الحماسية، مواكب طبعا مختلفة على ما أظن من أهالي النجف، أهالي الرميثة، الديوانية، من كل مكانات وقاع المعمورة. لكن هذا الفن اليوم أصبح من الفنون التي يستخدمها المعزون في تقديم التعزية للمولى أبي الفضل العباس، ويعلم الجميع دور مدينة الأهواز الحبيبة بهذا الفن وكيف أنهم يتفاعلون بهذه التعزية. أنا وأنتم وعودة ومنصة الأربعين والأستاذ الشاعر يوسف المندلاوي، حياك الله أستاذنا وأهلا وسهلا بك، حياكم الله، الله يبارك فيك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. انطلق الجموع الزائرين لكربلاء، انطلق الجموع الزائرين لكربلاء ليواسي من ظلموا بطف بالبلاء. من كل صوب نحو رفد جموعهم يواسوا رسول الله وآله أولا. للحشر مسعانا لخدمة آله، ثاراتنا لابن البتول تأملا. لولا الحسين لكان دين محمد لا يستقيم تقدما وتحولا. لولا الحسين لكان دين محمد لا يستقيم تقدما وتحولا. فعلي راسخ ديننا للمصطفى، فعلي راسخ ديننا للمصطفى، وحسين وهو مبادرا والتحولا. واليوم المهدي حاضر بيننا، يحمي المواكب سعيه للمرسلا. اليوم كل المنصفين بخدمة لا للرسول بكل جهد يعملا. هذه المواكب والجموع لكربلاء حتى نفوز شفاعة لأولي الأولى. هم للرسالة منبع ورواسخ، بعلومهم وسيوفهم الظلم انجلى. لولا الحسين بطفه وشموخه واصحابه الافداد ديني ما علا. هبل دواعش للسقيفة بيننا، هبل دواعش للسقيفة بيننا. لا يعبد الرحمن نسل المرسلا، بحسين ومن والاه مذهب قائم. للحشر دين الله نصره يكملا، للقائم المهدي نرقب يومه. صلوا على الطه الشفيع المرسلا، صلوا على الطه الشفيع المرسلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شكرا لك استاذ يوسف، حياكم الله، تشرفنا بمشاركتك. الله يخليكم بهذه المواكب ان تنيروا طريق الحسين، طريق الحسين الى المعاد، لنسقي من يد علي بن ابي طالب شربة لا نظمع ان شاء الله. احسنتم، شكرا لكم، حياكم الله. عدنا وإياكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين في كل مكان، وهذه اللقطات من مواكب التعزية.
مرة أخرى أتشرف بأن أكرر الترحيب أكثر من مرة، أكرر التشرف بخدمتكم أكثر من مرة. نعود وإياكم إلى منصة الأربعين وضيفي الشاعر شامل المندلاوي. حياك الله يا شامل، وأهلا وسهلا بك على منصة الأربعين. حياك وبياك، لنا الشرف أن نقف أمامكم وبين هذه الجموع الغفيرة الموالية، ونعزيهم ونعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بهذا المصاب الجلل. لسان كل حال زائر خرج من بيته ينادي وهو بوصية أمه وأبيه، يقول طلعت من بيتي شايل بيدي شايل رايتي، وانا امشي خطوه خطوه شوف الطلعه واخوتي، واسمع الصوت ينادي يمه يمه هاك وصيتي، من تصل حسين قل له انا يمك حاجتي. امي قالت لي يمه خلي رفرف هالعلم، هالعلم يعني تحدي ويعني للظالم الم، حسين لاجل الدين ضحى ضحى براسه وقيم، هذا براس الشهادة وللوفى لو حرسم. أنا من أمشي وشاهد شف الزوار الحسين يسحق العبو على خشم الحاقدين، ما يهمنا إرهاب كل هاي السنين، لا ولي إلا علي بس عيدر الكرار أمير المؤمنين. أحسنت أحسنت. الكسر ضلعك يا الزكية يا بنت خير البرية، الحشد كسر لراسه وذوق أنواع المنية، هدوا أولاد الهواشم سحقوا أولاد البغية، قمنا عالساتر نهوس احنا ولد المرجعية. ريت يا مولاي حاضر يا حسين، ريت يا مولاي كنا هناك في طف كربلاء، عن يمينك عن يسارك نخوض ميدان الفداء، هذا السيل البحر شوفه والتمائم بالسماء، وفي أذن الجوزاء منها التمائم، هذا السيل البحر شوفه والتمائم بالسماء، كان اسمها الغابرية يصير وادي الحشداء، كان اسمها الغابرية يصير وادي الحشداء. والله وش محلاها أنت سيد القائد تكون يا حسين، كان تلقى الحشد حير عابس فن الجنون، كان خلينا الدواعش جو رجلك يرضخون، كان ما حرقوا مخيم أبد ما صبت عيون، عدهم البغدادي نادى إلا أوصل كربلة أهدم قبور الروافض حتى تصبح مهزلة، إحنا ولد حسين نادى والشرف ما أجمله، إحنا ولد حسين نادى والشرف ما أجمله، اللي يوصل كربلاء بصقر إحنا ننزله. أحسنتم سيدي، عندنا شباب سيدي سيدي، عندنا شباب مثل جاسم طلعته زفت امه للحرب بدمع عجنت حنته، يوم من جابوا شهيد بالهلاهل جابته ملبس وشكلية طشت هلا بعرسك نادتها. سيدي لمطت ولدها وقالت لأجلك فداء، ولدي فدوة إلك راحة ويا إمام الأتقياء، بس أريد الحاجة منك طلبتي وهذا النداء، الشفاعة نريد منك رغم أنف الطلقاء، الشفاعة نريد منك رغم أنف الطلقاء. أحسنت، وإن شاء الله إحنا كلنا إحنا من شفعاء جزاكم الله خير الجزاء ان شاء الله، وحياكم الله واهلا وسهلا، حياكم وياكم بهذه القناه التي تنقل صوت الحسين عبر هذا الاثير. أحسنت. جزاكم الله خير الجزاء الله. لم ننساكم بالدعاء، لا تنسونا كذلك بدعائكم. احسنتم ان شاء الله، حياكم الله خير. حياكم وياكم مره اخرى، اعود واياكم احبتي متابعي قناه الامام الحسين. لا تزال الالاف المؤلفه الملايين تمر من امام منصة الأربعين، المواكب، الأطفال، النساء، المعزون من مختلف القوميات والجنسيات، اللي يقف بمكاني يشاهد هذا الشيء، يشاهد العربي والأجنبي والمسلم وغير المسلم، يشاهد هذا الفن الإبداعي في قضية المسرح، مسرح الواقع، وهذا المسرح الأدوات البسيطة، هذه التشابيه. الآن الشاهد شوف الجمال والخيول والهوادج كلها تشترك في إحياء ذكر أبي عبد الله الحسين، يعني حقيقة لا أجد عبارة تنصف وتوصف ما أشاهده أمام منصة الأربعين. أترككم وهذه اللقطات، ربما يسعفني الوقت أو قد لا يسعفني إلى الشعراء الموجودين. طبعا عندي شعراء موجودين من كافة مدن العراق بالانتظار، يتمنون المشاركة والوقوف على منصة الأربعين.
إذا أسعفنا الوقت إن شاء الله اللي شاعر منهم نكون بخدمتكم. أترككم هذه اللقطات المباركة من المسيرة الرحمانية الإلهية لحجي مرقد أبي عبد الله الحسين، وأعود وإياكم إلى منصة الأربعين بعد قليل. عدنا وإياكم ومنصة الأربعين، قلنا أنه إن شاء الله يسعفنا الوقت إلى مشاركة من الشعراء. أنا وأنتم أرحب بالأستاذ الشاعر محمد الحجابي من الغراف. حياك الله أستاذ محمد، وأهلا وسهلا بك على منصة الأربعين. أهلا وسهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك أستاذ أحمد الشاعر والإعلامي بتوجيه دعوة لنا لنشارك في هذا الثواب، وشكرا جزيلا للكادر وقناه الامام الحسين الثانيه. احسنت. يا حسين حبك دوا بشفافه حسه شهد، يوم النشغت اللي هو قلب الولائك شهد شرفت طف كربله من طحت فوقه، شهيد دين الله بيك انتخى قدمت نحرك هبه، وركن الهدايه اصبحت للي يعتني لك هبه اعمال كل الخلق لو ما دمعتك، هباء منثور وانت الذي يوم الحشر بي شهد. احسنت. مو سهل دمك يا ابن حيدر يسيل، ولا سهل صوب رضيعك حرملة، ومو سهل ايتامك تظل بالعراء وانت لو يمك يتيم تدلله، نزفة جروحك قبلهن مدديه، شال جبرائيل دمهن قبله، شال خاف يطيح خاف يطيح على القاع وخذاه، من يلوح القاع دمك زلزله، يزلزل جبال الارض لمن يطيح، لهالسبب جبريل حل المعضلة، انت معجزتك رمح رمح شايل له راس يقرا ايات الكتاب ورتله، رتل القران راسك على الجموع يعني قرانه واله منزله، وغلط كل من قال جيت الكربلاء، غلط كل من قال جيت الكربلاء، هي جتك رادت اعظم منزله، لان تدرب دمك يطهر التراب جابت القاع واجتك كربله. يا كوكب هدايه حسين بس ماي، يا كوكب هدايه حسين بس ماي، يا نور وبيك وجه الدين بس ماي، بس ماي اشلح العيون البكت بس ماي، عليك وحق سواد الطيحيه، عليك وحق سواد الطيحيه. احسنت يا استاذ محمد، شكرا لك على هذه المشاركه. كنا نتمنى ان الوقت يكون اكثر، استمع لك ان شاء الله يكون بعدي فد وقت، لانه ايضا اتمنى ايضا مشاركه من الضيوف الباقين قبل ان يصل وقت الاذان. شكرا لك مجددا، اترككم وهذه اللقطات من مسيرة الأربعين ليعود وإياكم إن شاء الله.
مشاركات كثيرة واتصالات كثيرة ورسائل أكثر تصلنا من كل شعراء العراق ومن عدد كبير من الشعراء العرب ومن الشعراء المهجر. نتمنى أنه نوفق بالأيام الباقية إلى أنه نستضيف كل الذين أرسلوا مشاركاتهم على منصة الأربعين. نتمنى أن نوفق أن تقرأ كل القصائد، أن نوفق إلى أن يكون هنالك اتصال مع كل الذين يرغبون بالمشاركة على منصة الأربعين. بكل صدق لم نكن نتوقع بأن منصة الأربعين سوف يكون عليها هذا الزخم من المشاركات. كل الامتنان لمؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية المرعاة من مكتب سماحة المرجع الدين الكبير آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي بكل كادرها، كل الامتنان والمحبة إلى كادر قناة الإمام الحسين، كل الامتنان والمحبة إلى شركة الإمام الحسين للإنتاج التلفزيوني والسينمائي على هذه التغطية وهذا التعب الحسيني المبارك المثمر الثمين. حتما شكرا لكل الذين كانوا ولا زالوا يقفون أمام منصة الأربعين يحتفون بهذه التعزية. كذلك كل الامتنان والشكر والتقدير موصول لكل متابعي قناة الإمام الحسين. لكم مني أحمد ماضي بالإعداد والتقديم ومن الكادر جميعا ألف تحية ومحبة، أستودعكم الله على أمل أن نلتقيكم غدا على محبة الحسين وخدمة الحسين في منصة الأربعين. في أمان الله.